استنى يابا عشان عايزك في كلمتين كده. ايه يا حاج؟ مزعل جمال حجازي ليه؟ ده الراجل حتى عاوز يدفع مبلغ اي حد في الدنيا هيسمعه هيزغرط. وانا لا عايز ابيع ولا عايز ازغرط. لما تبقى انت اللي بنيه ابقى بيعهوله. الله، انت ليه محسسني انه قصر القبه؟ وان جده الخديوي هينقهر قوي في قبره لو بعناه. ده بيت معفن، تلات شقق عمي على ورشه سمكره ودوكو ملهاش اي لازمه. يعني جمال اصلا مجنون انه عاوز يشتريه. وبعدين ما انت لو مت هنبيعه. بلاش ننشف دماغك يا حاج، انا شايف انها فرصه حلوه، وانا ممكن ازق مع الراجل لحد 10 مليون، وممكن كمان ناخد منه شقتين ثلاثه في البرج الجديد اللي هيبنيه. ايه القول؟ ده بيتي ودي ورشتي، ولا انا هبيع ولا هيتبني مطرحها برج ولا هباب ازرق. بيتي وورشتي وانا حر فيهم. الله، الكلام اخد وعطى يابا. في ايه؟ ما انت مش لوحدك على فكره، احنا كمان لينا راي. لما تبقى بتاكلني وتشربني يبقى لك راي معايا، الراي راي لوحدي. هو انت ليه ما بقاش ليك خلق تسمع غير نفسك؟ ليه بقيت عامل زي العيال الصغيره كده؟ يا فتحي، بقيت عامل زي العيال الصغيره ومحتاج اللي يحن عليا. وانا لا ليا خلق للعيال الصغيره ولا بعرف احن. وعلى فكره انا فاهم كويس قوي انت بتقفل الكلام في الموضوع ده ليه؟ عشان خاطر رضوان، لوست رضوان البرنس بتاع الدوكو. مش عاوز تكسر بخاطره وتقفل له الورشه. اكمنه زيك، بيحب العفانه وريحه البويه وريحه البنزين، مع ان ولا واحد في اولادك صنايعي، لا في اولاد سميحه ولا في اولاد نجيه حد فيهم ليه في الورش والقرف والعفانه دي. مفيش غير رضوان ابن فاطمه بس هو اللي مش راضي ينضف لحد دلوقتي. معلش يا ابني، اصل العيب مش عليك انت، العيب عليا انا اللي معرفتش اربيك. معرفتش تربيني؟ ياكش يولع البيت على اصحابه، ده ايه القرف ده؟ قعد امتى؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا رضوان، انت بتكلم ابوك كده ليه يا فتحي؟ وواحد صاحبك يا عم، ده ابوك وليه احترامه على فكره. بقول لك يا رضوان، لو جاي عشان تنقرزني ارجع ورشتك احسن. ما انا كده كده راجع الورشه، بس مش قبل ما اسمعك الكلمتين. لان قسما بالله العظيم لو حد غريب كلم ابويا كده لكنت علقته من رقبته على باب الورشه. ابوك يا عم كبير، مش حمل الكلام بتاعك ده يا فتحي. بينقي الكلام اللي يوجع ويقوله. ابوك شيء علينا يا جدع. شيء علينا عشان لما نكبر نشيله مش نهلكه. وبعدين هو عيل صغير نحكم عليه وهو عايش. ما يبيع ولا يشتري، هو حر في ماله. هو في ايه يا فتحي؟ انت شديت مع ابوك ولا ايه؟ يا عم جمال حجازي عرض على ابوك 8 مليون جنيه عشان يشتري البيت وابوك رافض. يوم اخوك جاي قايل له في وشه ما انت كده كده هتموت، ما نبيع دلوقتي. ده كلام تقوله لابوك؟